توجهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا بوساطة روسية وعراقية والتركيز على محاربة حزب العمال الكردستاني. كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي إبراهيم سميدعيا عن وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات التركية ضمن حدود إقليم كردستان. هذا وقال إن هناك تنسيقا مع الحكومة العراقية بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي ضمن حدود إقليم كردستان، وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية وأن الحكومة العراقية صنفته منظمة إرهابية وفق قوله. وفي المقابل بحث رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني خلال لقاء جمعه بالسفير التركي إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، وأكد على سيادة العراق وعدم السماح بأي خروق لسيادته. ومن بغداد ينضم إلينا المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري. سيد فادي، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيادة المستشار، تتحدثون اليوم عن تنسيق بين العراق وتركيا حول العمليات العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان العراق. ما شكل وحدود هذا التنسيق بين العراق وتركيا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لجميع السادة المشاهدين. العراق بيّن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مشهد ضرورة حفظ سيادته ومنع أي محاولات من أي طرف كان في اتجاهات خرق السيادة، وبالتأكيد يعني سواء كان بعض العمليات العسكرية التي يقوم بها الجانب التركي أو أيضا بعض العمليات العسكرية التي تجري من قبل بعض المتمردين في حزب العمال الكردستاني، هذا شأن مرفوض ويتحفظ عليه العراق، وبالتالي هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذها العراق. ويعني في هذا السياق وفي هذا الشأن طبعا يعني بالتأكيد العلاقة العراقية التركية علاقة تتطور يوما بعد يوم. في زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد تم الاتفاق على مجموعة من الملفات المهمة والاستراتيجية والمحورية، ومنها بشكل أساسي ومحوري الملف الأمني وملف الحدود. هناك اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة تنسق الأشياء الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وأيضا تنظم طبيعة التواجد وطبيعة العلاقة المشتركة وأيضا عملية حماية الحدود المشتركة. هناك تداول تركي، هناك تداول عراقي تركي، هناك تقارب عراقي تركي، أملا باتجاه حل جميع الإشكاليات والتي تضمن عدم وجود ردود أفعال من الجانب التركي من جهة، وأيضا العراق يقوم بواجباته باتجاه حماية حدوده وعدم السماح لأي نشاط عسكري خارج إطار الدولة العراقية باتخاذ العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه. طبعا هل العمليات العسكرية التركية أقصد هنا الضربات والقصف هو أمر جرى التنسيق فيه بين العراق وتركيا؟ بطبيعة الحال يعني لا يوجد تنسيق بهذا الشكل الذي يسمح لأي طرف كان في الاعتداء على الأراضي العراقية أو أن يسمح العراق باتجاه لأي طرف كان في أن يعتدي على جيرانه. ولكن يعني هناك اتصالات تجري بين البلدين لخفض التصعيد والاتفاق على مجموعة من الصيغ التي تحفظ مصالح البلدين والذهاب باتجاه عملية تنظيم ما يجري في الحدود. ولكن على الغالب تحدثتم يعني حول مسألة الضربات التركية التي تشن على مواقع في الداخل العراقي، إن لم تكن ضمن ملف التنسيق، ما الذي سمع من الأتراك حول هذه الضربات؟
بالتالي العراق يذهب يعني يقوم باتصالاته مع الجانب التركي، هو يريد أن يعني ينظم طبيعة هذه العلاقة وأن تتوقف كل عمليات التصعيد العسكري التي قد تجري على الحدود والتي يدفع ثمنها الناس الآمنون. هناك اتفاق عراقي باتجاه عقد اتفاقية أمنية بين طرفين، والمشاورات والاتفاقات والتفاهمات وصلت إلى حدود عليا، وهي لعلها في لمساتها الأخيرة باتجاه عملية تنظيم هذه الاتفاقية، والتي يعني تتضمن مجموعة من الإجراءات والآليات العسكرية والأمنية والاستخبارية ما بين العراق وتركيا. سيد فادي، سيادة المستشار، ما بين البلدين، هل لديكم معلومات حول تعزيزات تركية في داخل العراق؟ ودعني أنقل بعض التفاصيل التي نقلت إعلاميا. رفع عدد القوات والدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو 1000 جندي، 300 دبابة ومدرعة، وتعزيزات على سفوح جبل متين بحسب شفق نيوز. هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟ هل تؤكدون أو تنفون هذه المعلومات؟ الكثير من هذه المعلومات هي معلومات تهويلية صحفية، بالتأكيد لن أعلق عليها ما لم يأتينا التقارير العسكرية الرسمية، ولكن كل المؤشرات يعني قد تنفي طبيعة هذه الأعداد وهذا التواجد الذي ذكر بهذا العنوان الدقيق. ولكن نعم، هناك تواجد، هذه حقيقة، هذه حقيقة شاهدناها. نعم هذا، نعم هذا بعيوننا، هناك نقاط يعني تركية. نعم نعم نعم، هذا هناك نقاط تركية تجاوزت الحدود العراقية التركية باتجاه محافظة دهوك داخل إقليم كردستان، وهذا طبعا هذا التواجد هو ليس وليد اللحظة، هذا التواجد موجود منذ حرب العراق مع داعش، يعني منذ أكثر من 7 إلى 8 سنوات. الآن العراق يذهب باتجاه، وهذا ما جرى التداول معه مع الرئيس أردوغان ومع القيادة التركية الدبلوماسية والأمنية، باتجاه إعادة تنظيم وترتيب ويعني التفاهمات في هذا الشأن، والتي بالتأكيد تقضي باتجاه عملية أن يعني سيادة العراق على متى يتحقق هذا الأمر؟ تتواجد السيادة العراقية الكاملة على الأراضي، أو أن يمسك العراق، أن يمسك العراق بكل نقاطه أو مناطقه وأن يخرج الأتراك، متى يتحقق هذا الأمر؟ أنا تقديري نحن أمام يعني لسنا أمام فترة طويلة باتجاه الوصول نحو تفاهم شامل وجذري بهذا الاتجاه. اللجان الأمنية والعسكرية المشتركة هي تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، وهناك مذكرات وتفاهمات يعني في طور التنضيج من قبل القيادتين العراقية والتركية، وصولا يعني أو رغبة في الوصول إلى تفاهم شامل ومشترك يوافق عليه الطرفين. أيضا هناك التزامات على العراق بالتأكيد يجب عليه أن يستنفذها باتجاه يعني سحب سلاح وتنظيم وجود لكل جماعات هي يعني تأخذ من العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه. وهذا طبعا شبيه لما حصل مع الجارة في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي توصلنا فيها أيضا إلى عقد اتفاق أمني شامل تم بموجبه الحكومة العراقية بسحب السلاح من قبل الجماعات الإرهابية المتواجدة على الحدود العراقية الإيرانية، واعتقال من لم يسلم السلاح، وأيضا سحب هذه العناصر باتجاه كمات. هذا فيما يتعلق بالجماعات الإيرانية، أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة. العراق عازم الآن وقادر على سحب سلاح العمال الكردستاني مع الأتراك، هذا الذي سيحدث أيضا مع الجانب التركي، الذهاب باتجاه اتفاقية أمنية وعسكرية واستخبارية شاملة بما فيها تتضمن يعني إعادة تنظيم وترتيب المنطقة والحدودية، وعدم السماح لأي قوة خارج إطار القانون بما فيها حزب العمال الكردستاني في استخدام العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه.